مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ازيك حضرتك؟ اهلا بيك وتحياتي لكل الساده مشاهدينك الكرام. تحياتي يا دكتور. تابعت نهايه الدوري المصري وكنت راصد بشكل دقيق للارقام القياسيه المهمه للاهلي في هذا الموسم، يا ريت تكلمنا عنها. والله هو فعلا النادي الاهلي هذا الموسم سواء في نصفي الموسم، النصف الاول اللي بدا فيه ب 16 انتصار متتالي في الدوري، ثاني افضل انطلاقه للاهلي في تاريخ الدوري، وكمل مسيرته في الدور الثاني بقيادتين فنيتين مختلفتين، ريني فايلر في الجزء الاول او يعني ثلاث ارباع الموسم، ثم في المنعطف الاخير من الموسم بقياده موسمين. انما الحقيقه اللي ملفت للنظر ان دايما النادي الاهلي في السنوات الاخيره بيعمل ارقام قياسيه على مستوى بطوله الدوري او على مستوى البطولات الاخرى زي بطوله دوري ابطال افريقيا او البطولات الاخرى، لكن السنه دي هو موسم استثنائي للنادي الاهلي لانه عمل فيه، بص بقى الكلمه العلاله دي، عمل فيه رقم قياسي للارقام القياسيه. يعني عدد ما حصلش قبل كده. كان ممكن النادي الاهلي مثلا في موسم يعمل رقم قياسي لعدد النقاط ورقم قياسي لعدد الهدافين، بس حاجتين ثلاثه، لكن السنه دي وصل عدد الارقام القياسيه الحقيقه الى 12 رقم قياسي، وده يعني زي ما قلت لك رقم قياسي لعدد الارقام القياسيه سواء على المستوى المحلي اللي هو الدوري او على المستوى الافريقي في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي وصل فيها الى المباراه النهائيه. 12 رقم قياسي. 12 رقم قياسي. لا هو حلو تعبير رقم قياسي من الارقام القياسيه. ايوه بالظبط. طيب نقول رقم واحد. بس انا هعد وراك، خد بالك. عد ورايا. ربنا بس يسعفني ان انا اتذكرهم كلهم، لان انا ايه بكلمك من الذاكره كده. عجزت شويه انت. بص هو اهم حاجه كان اكبر نسبه للفوز بالدوري في العالم. في العالم. دوت كان رقم 42 من 61 مسابقه، يطلع لما تعمل النسبة المئوية يطلع تقريبا ما يقترب جدا من 70% من بطولات الدوري المصري فاز بيها النادي الاهلي. 68.8 يا دكتور. نعم 68.8% بالضبط، يعني حوالي 69%، يعني يقترب جدا من 70%. خد بالك ان في سبع أندية سابقة النادي الاهلي في عدد مرات الفوز بالدوري. يتقدمهم طبعا نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، فالانديه دي حققت اكثر عدد كعدد مرات اكثر من الاهلي. يعني اكثر من ال 42 لقب، لكن لا يوجد فريق في العالم حقق النسبه دي. يعني مثلا كان جلاسكو رينجرز عمل 55 دوري اكثر من النادي الاهلي 13 مثلا دوري تقريبا، لكن لان هو سنوات البطوله كثيره قوي. من 115 بطوله مثلا فتلاقيهم ايه النسبه دي اقل من 50%. فالنسبه 69% تقريبا دي هي اكبر نسبه موجوده في العالم. ايوه. النادي الاهلي السنه دي برضه عمل الفوز بالدوري قبل نهايته بسبع اسابيع. كان من الممكن لولا تعادل النادي الاهلي مع الاتحاد انه يفوق ينهي الدوري قبل نهايته بثمان اسابيع، وده كان هيبقى رقم قياسي مطلق. ولكن السبع اسابيع دي هو رقم قياسي معادل، الاهلي عادل رقمه الشخصي القياسي اللي كان عمله في موسم 2004 2005 لما فاز بالدوري برضه بعد نهايته بسبع اسابيع. كرر النادي الاهلي السنه دي نفس الرقم، الفوز قبل نهايه الدوري بسبع اسابيع. على فكره لا يوجد نادي اخر حقق الدوري قبل نهايته باكثر من ثلاث اسابيع، وبالتالي النادي الاهلي سبع اسابيع هو رقم عمله مرتين، وهو اكبر رقم او افضل نهايه للدوري بين انديه الدوري المصري كلها. بيستغني عن سبع مباريات. بالضبط، قبل نهايته بسبع مباريات. ايوه. نمره ثلاثه في الارقام القياسيه كان عدد النقاط، وده الحقيقه رقم قياسي مطلق، لان عدد النقاط اللي حصل عليها النادي الاهلي هذا 89 نقطه ضرب بيها الرقم القياسي السابق المسجل للاهلي ايضا اللي هو 88 نقطه، واللي كان عمله طبعا كلنا نذكر ان هو في الموسم الرائع اللي عمله النادي الاهلي موسم 2017 2018 بقياده حسام البدري كان عمل 88 نقطه. النادي الاهلي اصبح عنده 89 نقطه، و 88 نقطه افضل رقمين بينهم فقط الزمالك اللي عمل 87 نقطه، ولكن عندما كان الدوري في موسم 2014 2015 مكون من 38 اسبوع
وبالتالي عدد مباريات اكتر. لو استعرضت قائمه افضل 10 نقاط في تاريخ الدوري المصري كلها مسجله للنادي الاهلي الا ثالث الارقام اللي هو 87 نقطه، واللي هو الدوري الوحيد اللي كان اقيم من 38 اسبوع لانه كان فيه 20 فريق وليس من كما حدث هذا العام من 34 اسبوع. العشر ارقام الاولى لعدد النقاط، العشر ثاني ترتيب افضل 10 نقاط عدد من النقاط يتحقق في موسم واحد، التوب 10 كلهم للاهلي الا الرقم الوحيد اللي هو كان بتاع الزمالك اللي هو 87 نقطه في موسم 2014 2015. رابع الارقام القياسيه ان النادي الاهلي عمل 28 انتصار في ال 34 اسبوع، وده رقم قياسي معادل لما فعله النادي الاهلي في موسم 2017 2018. تدرك كده من لغايه دلوقتي ولغايه الكلام حتى الان ان حتى الارقام اللي النادي الاهلي عادلها هي ارقامه الشخصيه مش ارقام فريق تاني. الا الرقم اللي انا هقول لك عليه اللي جاي ده، اللي هو ايه؟ عدد مرات الكلين شيت لفريق واحد، يعني فريق يخرج بشباكه نظيفه في موسم واحد من الدوري، وصل النادي الاهلي بعد فوزه على طلائع الجيش في نهايه الدوري الى 28 مباراه نجح فيهم في الحفاظ على شباكه نظيفه من اصل 34 مباراه، يعني من 34 مباراه 28 مباراه بشباك نظيفه، وده اصبح رقم قياسي مطلق وكانت احد الارقام القليله الغير مسجل للنادي الاهلي، لان الاسماعيلي عمل 27 مباراه بشباك نظيفه من 35 مباراه في كان موسم تاريخي عمله الاسماعيلي موسم 90 91، لو نتذكر هذا الموسم اللي الاسماعيلي فاز فيه على الاهلي في المباراه الفاصله 2-0 في استاد غزل المحله. وكان عمل 27 مباراه. الاهلي عادل هذا الرقم في الاسبوع قبل الاخير لما تعادل مع بيراميدز 0-0. لكن بخروجه بالشباك نظيفه في مباراه طلائع الجيش وصل ل 28 مباراه، عشان يبقى الرقم الوحيد اللي لم يكن مسجل في الارقام القياسيه للنادي الاهلي هو هذا الرقم. قدر النادي الاهلي بال 28 مباراه انه يضرب رقم الاسماعيلي، يبقى برضه هذا الرقم من نصيبه. اكبر عدد مرات من الشباك النظيفه لحارس مرمى حصل عليه الشناوي محمد الشناوي 24 مباراه، ولو كان الشناوي لم يوصل وكمل مباريات الدوري كان ممكن يوصل الى رقم اسطوري اللي هو ال 28 مباراه كلهم، يبقى ضرب الرقم القياسي المسجل كان بس شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي السابق كان يبقى ضربه بخمس مباريات، ولكن نظرا لاصابه الشناوي فهو ضرب الرقم بمباراه واحده وصل الى 24 كلين شيت، وده بيتصدر بيهم كل حراس الدوري المصري في تاريخ الدوري. كده وصلنا الى كام؟ 9 ارقام. اكبر عدد من الاهداف يسجل في ربع الساعه الاخير، خد بالك من الرقم ده متفرد بيه النادي الاهلي المميز جدا بتسجيل الاهداف في ربع الساعه الاخير، واحنا بنتكلم على ان المباراه لو اتقسمت الى 6 كوارترز او 6 ارباع، الربع ساعة الأولى من الدقيقة 1 ل 15 ثم من 16 ل 30 ثم من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45، ونفس الحالة في الشوط الثاني من الدقيقة 46 للدقيقة 60 ثم من 61 إلى 75 وأخيرا من الدقيقة 75 للدقيقة 90. أنا هنا ما بتكلمش كمان على أهداف الوقت القاتل اللي هي الوقت بدل الضايع اللي دايما النادي الأهلي مميز فيها وياما حقق فيها بطولات في هذه الفترة الأخيرة، لكن ربع الساعة الأخيرة دي النادي الأهلي دايما مميز فيه، لان انا يمكن كنت عملت احصائيه طريفه كده وفريده من نوعها ان النادي الاهلي في ربع الساعه الاخير اهدافه تمثل 38% 38.2% بالظبط بالمية من اهدافه، تخيل 28% من اهداف النادي الاهلي جه في ربع ساعه، رغم ان انت لو قسمت الاهداف على الاربع ديت الست اربع بتاع المباراه هتلاقي نصيب كل ربع ساعه ممكن تقريبا 16.6%. الربع الاخير 38% لوحده الاهداف هذا الموسم الاهلي في ربع الساعه الاخيره تمثل 41% من اهدافه، تخيل. يعني تخيل السنه دي الاهلي مسجل 41% من اهدافه في ربع الساعه الاخيره، وده يعكس الحاله البدنيه العاليه والروح القتاليه العاليه اللي هي مميز بيها النادي الاهلي عبر تاريخه طبعا بالزبط. ونجح فيها بانه يعمل انجازات عديده. كنا بنتكلم بقى في رقم برضو ما حدش كان يتكلم عنه خالص اللي هو فارق الاهداف،
كان اكبر فارق اهداف يعني بالبلس للنادي الاهلي او لاي فريق في الدوري المصري هو مسجل باسم النادي الاهلي اللي هو البلس 59 او زائد 59. كان من موسم 74 75 مسجل هذا الرقم، والنادي الاهلي في ذلك الموسم سجل 70 هدف ودخل مرمى 11، فبقى الفارق التهديفي بالنسبه للنادي الاهلي وصل الى بلس 59. مش النادي الاهلي بقى يحطم هذا الرقم بفارق هدف يبقى بلس ولا بلس 61، لا ده النادي الاهلي وصل بالفوز على طلائع الجيش 3-0 الى بلس 66. يعني ضرب الرقم بسبع اهداف. يعني اللي حصلني بقى اللي حصلني. ايوه بالظبط. طبعا كان انجاز رائع جدا. كان في رقم واحد الاهلي اقترب منه بل سجل ثاني افضل انجاز في تاريخ الدوري المصري. اعلى عدد من الاهداف اللي سجله فريق في تاريخ الدوري المصري 75 هدف في موسم 2017 2018. السنه دي النادي الاهلي بالثلاث اهداف اللي جابهم في طلائع الجيش، شوف تخيل بقى يعني لما جاب ثلاث اهداف 3-0 في المباراه الاخيره وصل الى 74 هدف بفرق هدف واحد عن الرقم القياسي. لو كان عمل الرقم ده كان هيوصل الى 75 يعادل رقمه، لكن يبقى افضل رقم قياسي 75 هدف مسجلين في موسم واحد للاهلي، وتاني افضل رقم 74 هدف مسجل للاهلي ايضا. يمكن النادي الترسانه هو ثالث الارقام 71 هدف سجلهم في الدوري المجموعتين وزائد النهائيات، يعني مش دوري المجموعتين بس لا زائد النهائيات اللي كانت فيها اربع فرق، نادي الترسانه سجل فيها ايضا ثلاث اهداف، فوصل نادي الترسانه الى 71 هدف في بمجموع الاهداف في دوري المجموعات والنهائيات. النادي الاهلي مرتين كسر رقم الترسانه، مره سنه 2017 2018 لما جاب 75 هدف، والموسم ده هو ثاني افضل ارقام تهديفا في تاريخ الدوري ل 74 هدف اللي سجله من النادي الاهلي. يعني حاجه جميله جدا كل ما ذكرته ده. انت اللي تستحق رقم قياسي في الذاكره الخصبه كل هذه السنين يا دكتور. في بقى رقمين افريقيين. رقم مطلق اللي هو اكبر عدد اهداف في تاريخ دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي سجل السنه دي 34 هدف في دوري ابطال افريقيا، اعلى رقم كان سجله انيمبا لما فاز بدوري ابطال افريقيا على حساب الاسماعيلي في 2003، كان مسجل 31 هدف، وده اكبر رقم يسجله اي فريق في بطوله واحده افريقيه على مدى مسار البطوله. النادي الاهلي ضربه السنه دي بكام؟ بثلاث ارقام، بثلاث اهداف، ولسه قدامه المباراه النهائيه. دكتور انا سعيد بحضرتك جدا، وانا اسعد وبحييك على الذاكره اللي ما زالت حيه فعلا، وده رقم قياسي لوحده برضه. اشكرك جدا. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الموسوعي الدكتور طارق الادور.